فان دي بروك طبعا المدير الفني لفريق الوداد، في خبر بيقول انه بيشارك او استعان بمهاجم الامل في تدريبات الوداد. ده اللي قاله موقع 360 المغربي، اللي اشار ان البلجيكي سفين فان دي بروك مدرب النادي الوداد الرياضي اشرك ايمن بشار، ده مهاجم فريق الامل في التدريبات، وضمه للتجمع التدريبي للفريق الاحمر بمركز محمد السادس بالرباط طبعا استعدادا لمواجهه النادي الاهلي. الموقع اكد ان المدرب اقدم على ضم ايمن بشار للفريق الاول رغبه منه في رفع معنويات هذا اللاعب الواعد، يمكن الاثار اهتمامه بعد ان تبعه في مجموعه من التدريبات، اضافه الى مباراه اعداديه خاضها زملاء يحيى جبران ضد لاعبي فريق الامل. كمان الموقع سلط الضوء على تصريحات سفين فان دي بروك الذي اشاد بمجهودات الجامعه، طبعا بيتكلم على الاتحاد المغربي اللي يعني حرص على توفير الظروف الاستعداد لاياب نهائي دوري الابطال، واللي جدد فيها ثقته في لاعبته وقدرتهم على تجاوز النادي الاهلي، خاصه ان هيكونوا يعني مؤازرين بملايين الجماهير الوداديه اللي طبعا تدفعهم طبعا، وهيكون في تواجد كبير جدا جدا على مستوى المشاهده التلفزيونيه او على مستوى الحضور في الملعب. وزي ما بقول لحضراتكم يعني البطوله بتهتم او المغرب مهتمه جدا بهذه المباراه بشكل كبير جدا، وده طبيعي يعني لو المباراه عندنا في هنا في القاهره كان هيبقى نفس الاهتمام، ولكن ما يهمنا الحقيقه هو النادي الاهلي واستعداده لهذه المباراه.